وللمزيد معنا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، ماذا عن هذه القمة وهذا التجمع الاقتصادي الإفريقي والروسي وأيضا مشاركة مصر في هذه القمة الثانية الهامة؟ نعم دينا، يعني ما زلت أرصد وأتابع ما يدور سواء كان في الجلسة الرئيسية لهذه القمة أو المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي، أو أيضا ما يدور في الغرف المغلقة من اجتماعات سواء كانت اجتماعات ثنائية ما بين القادة أو اجتماعات تأتي على نطاق المنظمات الفاعلة في إفريقيا تحديدا، و يعني الشراكات المتواجدة هنا ما بين الدول الإفريقية وروسيا. نتحدث عن مجموعة من اللقاءات الثنائية التي تمت بعد رفع الجلسة العامة للنسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. فإذا تحدثنا عن اللقاءات التي حدثت فور رفع جلسات هذه النسخة، كانت هناك لقاءات عديدة سواء كانت ما بين الرئيس بوتين ورئيس بروندي وأيضا مدير البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ولكن النشاط الأكثر فاعلية كان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التقى في اجتماع مع قادة الدول الإفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وهنا نتحدث عن 6 دول فاعلة تضم في عضويتها مصر. الرئيس السيسي التقى مع عدد من رؤساء وقادة هذه الدول الخمسة المتبقية. نتحدث عن الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، وسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الكنغولي والرئيس السنغالي والرئيس الأوغندي. كان مجمل هذا اللقاء يدور حول تطورات الموقف التنفيذي لمبادرة الوساطة ما بين دول القارة أو 6 دول الفاعلة في هذه المبادرة، مبادرة الوساطة الإفريقية تحديدا. وجدير بالذكر أن كانت هناك زيارة لأعضاء هذه الدول لموسكو وأوكرانيا تحديدا في يونيو الماضي. أيضا يعني هذا اللقاء أتى لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي حلول للأزمة الروسية الأوكرانية ووضع أطروحات وتبادل وجهات النظر المختلفة ما بين القادة المشاركين في هذه الجلسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ربما هذا الاجتماع لقي يعني إشادة ولقي اهتمام بالغ الأثر من الصحف ووكالات الأنباء المتواجدة هنا في القمة الروسية الإفريقية تحديدا. أيضا نتحدث عن لقاء آخر قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا تحديدا. كان هذا اللقاء فيه يعني تبادل وجهات النظر وتعزيز أطر التعاون والتبادل الثنائي ما بين الجانبين في كافة المجالات وتحديدا المجال الاقتصادي للمحاولة لحل مشاكل القارة الإفريقية، إيمانا من جنوب إفريقيا بمساعي مصر في ذلك، وأيضا الدور المصري الرائد والفاعل منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الإفريقي في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، وكيف ساهمت مصر في التصدي وحل الكثير من مشاكل القارة الإفريقية. وهذا الاجتماع ناقش أيضا القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا نظرا لدور مصر الرائد. الآن وأنا أتحدث معك دينا، يعني هناك اجتماع آخر وهو اجتماع هام لرؤساء التكتلات والمنظمات الإفريقية مع الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الاجتماع الذي يشارك فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للوكالة الإفريقية للتنمية، وهنا نتحدث عن يعني منظمة أو تكتل النباد الذي يضم 3 تكتلات مثل الكوميسا وأكثر من 30 دولة بهدف تعظيم التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض.
وأيضا تعزيز التبادل التجاري ويعني البناء وتعزيز الموارد وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة الإفريقية. الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الاجتماع مع تكتل والمنظمات الإفريقية تحديدا تحدث عن أن روسيا هي يعني الشريك الأقرب إلى إفريقيا وأنها دائما ما تهتم بإفريقيا وتريد أن تحقق مزيد من التعاون مع دول القارة السمراء تحديدا. وهنا تحدث رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، أكد على العمل جنبا إلى جنب مع روسيا الاتحادية لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية التي تمتلكها روسيا تحديدا في مجال الزراعة، كي يكون هناك حل سريع وفوري للأزمة، يعني أزمة الحبوب تحديدا التي ألقت بظلالها على الدول الإفريقية، وربما يكون يعني المتضرر الأوحد من انسحاب روسيا من أزمة الحبوب كما نعلم هي الدول الإفريقية الأكثر احتياجا تحديدا. وأيضا تحدث عن الشراكة مع روسيا وتميزها منذ عقود، وتحدث عن أنه من الممكن أن تلعب روسيا دورا فاعلا في حل أزمات ومشكلات القارة. حتى الآن، حتى الوقت الذي نتحدث فيه معك دينا، يعني في انتظار كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه يعني أو هذا المنتدى واللقاء الذي يجمع ما بين الرئيس الروسي ورؤساء المنظمات والتكتلات الإفريقية، ويشارك فيه السيد الرئيس كونه رئيس النبات. نعم أحمد، من خلال تواجدك في هذا المحفل الإفريقي الروسي، ما هي المطالب الأكثر إلحاحا من جانب الدول الإفريقية لروسيا في الوقت الراهن؟ نعم، ربما ما يتصدر المطالب الإفريقية ولا يخفى على أحد هو سرعة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية لعودة الحياة إلى طبيعتها، إلى ما قبل فبراير أو 24 من فبراير من عام 2022، وهو اندلاع الأزمة، تاريخ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الدول الإفريقية من ارتفاع كبير في أسعار الحبوب ونقص وشح في هذه الحبوب بسبب عدم توريدها من الموانئ الأوكرانية إلى مستحقيها، وهنا نتحدث عن الدول الإفريقية بسعر عادل، وهو أيضا الذي حظي باهتمام كبير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد في كلمته في المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي، تعهد في كلمته الافتتاحية بأن يستمر توريد القمح والحبوب خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى الدول التي تحتاج لذلك. تحدث عن الصومال، تحدث عن بوركينا فاسو، تحدث عن مالي، تحدث أيضا عن جزر القمر وغيرها من الدول التي سوف يتم توريد إليها قرابة من 25 إلى 50%. هذا هو المطلب الوحيد في وقتنا هذا، وهذا هو المرجو من هذه القمة سرعة تنفيذه، لأننا نعلم أن ربما التغيرات الجيوسياسية فرضت ملفات عديدة لم تكن مدرجة دينا في قمة سوتشي 2019، مثل ملف الرعاية الصحية، لأن هناك تحديات كثيرة فرضت على الدول الإفريقية تحديدا بسبب أزمة جائحة كورونا. وهنا تحدث الرئيس فلاديمير بوتين بشكل صريح عن يد العون التي قدمتها روسيا للدول الإفريقية مع انطلاق هذه الأزمة التي ضربت كل بلدان العالم، ولكن روسيا لم تتأخر بل قامت يعني تمديد الدول الإفريقية بالعديد من المساهمات الطبية والكشوفات الأكثر تطورا لما تمتلكه من التكنولوجيا، وهذه هي الملفات التي فرضت نفسها، وأيضا ملف الأمن الغذائي وانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب دينا. نعم أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ حيث انعقد القمة الإفريقية الروسية، شكرا جزيلا لك.